مكفيك يا وليدي الطريق هذا، مكفي. عيالك ودهم اياك وانا كبرت وما ضل عندي صحه لتربيتهم. الله يتولاهم يمه. وطريق ايش اللي بدك اياه نسيبه؟ طريق ربنا؟ بدك اياني اترك طريقي للجنه عشان عرضي ما له لازمه في الدنيا؟ انا ما قلت لك اتركه وامشي في طريق جهنم يا ولدي، ولا هي الجنه ما الها طريق غير هذا؟ ايوه يمه، ما الها طريق غيره. في زماننا هذا ما الها طريق غير الجهاد. كيف يا ولادي؟ يعني هم اللي ما مشوا في طريق الجهاد هذا هتحرم عليهم الجنة؟ وهيخشوا جهنم كمان. الأخرة فيها شيء ثاني، يا جنة يا نار. بدك إياني أدخل النار يمه؟ بعيد الشر يا ولادي. إيش هذا؟ وكيف وصل هنا؟ والله يا ولدي هم اللي تركوه هنا لما يجوا يدوروا عليك، والله ما طلبت منهم شيء. لا تخافي يا امه، لا تخافي. غصب عني يا ولدي، العيال ما صدقوا وشافوا الوكل وما رضيت اكسر بخاطرهم. هون عليك يا امه، هون عليك، انت ما غلطتي بشيء. يعني انت مش زعلان مني؟ وزعل منك ليش؟ هدول طواغيت، حربهم واجب وقتلهم جهاد، وكل اللي عندهم غنايم وحلال لكل مجاهد، والحلال اللي مجاهد حلال للأهل. قتلتوها كلها؟ ما ضل منها شيء؟ ضل عندي واحدة لأولاد الصغير خباها من إخوانها. هيتك جعان يا كبدي اليومين ما دقت الوكل. يرضي مين هذا يا وليدي؟ انت جعان وعيال جعانين، والله قلبي محروق عليك انت وعيالك، وماني عارفة ايش اسوي. انما النصر صبر ساعة يمه، واني قريب ان شاء الله هيصير الي شأن كبير، والايام الجاية جايبالي وجايبالكم خير كتير. اصبري واحتسبي، سلميلي على العيال. أنا معقد، عرفيهم على طول إن أبوهم مجاهد بيحارب عشان نصر الدين الله. فكريهم إن هدول طواغيت مرتدين كفرة، حتى وإن داهن وهادن وأظهر الوجه.